أحمد جميلي من مدينة منبج. لقد سمعنا ما تداولته وسائل الإعلام حول صحة القائد عبد الله وجلان، القائد الإنساني، قائد أخوة الشعوب والفكر الحر، حول تدهور صحته ودخوله بمرحلة خطرة، وأننا كشعب منبج لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الممارسات التي تمارسها الدول الرأسمالية التي تقف في وجه في أمام فكر الأمة الديمقراطية والفكر الحر، التي تسعى دائما لجعل الشعوب كمستعبدين لها. منبج من مدينة الشهداء التي تحررت بفضل الشهداء وبفكر القائد عبد الله أوجلان، فكر أخوة الشعوب، ومدينة منبج مدينة التعايش المشترك التي هي نسيج لكافة مكونات المنطقة. نوجه رسالة للعدوان التركي وكافة الدول الرأسمالية التي تقف وراء هذا الإجرام بحق القائد الإنساني عبد الله أوجلان، وبحق الشعوب المتطلعة دائما للحرية. يعني ومن منبج نقول لهم أنهم مهما حاولوا ومهما فعلوا لن يستطيعوا النيل من إرادة الشعوب وإرادة الفكر الحر التي وصلنا لها بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان وفلسفة القائد عبد الله أوجلان. طبعا سمعنا أن صحة القائد متدهورة على التواصل الاجتماعي، فاليوم كنساء مدينة منبج نطالب برفع العزلة عن القائد، ونطالب بأن عائلة القائد تزور القائد وتتطمن على صحته، ونطالب المجتمع الدولي بأن يتدخل، كون القائد هو قائد الأمة الديمقراطية، هو اللي حرر بفكره الفيلسوف، طبعا هو اللي حرر مناطق شمال وشرق سوريا بالفكر اللي بناه، الفكر اللي يشمل كل شعوب العالم. رابعة بكره يعني ندين نستنكر هاي العزلة اللي عن القائد، بما أنه تأزم وضعه الصحي أنه يسمحوا للأطباء المحامين بزيارته لنطمن على وضعه الصحي، ونستنكر هذا الشيء أنه هذا الشيء خاطئ بسبب العزلة عن القائد. ونتمنى أنه الدول تتدخل من أجل صحة القائد، كشف طبيب، زيارة المحامين.